9 مارس 2023 كتب الشيخ عماد عبر حسابه على موقع إكس تويتر سابقا أنك غادرت المملكة العربية السعودية بعد إغلاق جميع الأبواب في وجهك أمام بيان الحق وإنكار المنكر، ودعوت جميع العلماء اللحاق بك. حدثنا عن ذلك اليوم وتلك الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاً أستاذ أسامة، أنا أشكرك على يعني تقديمك ضيف في هذا البرنامج، وأتشرف أن أكون يعني ظاهراً اليوم في شاشة مكملين، وهي من الشاشات النادرة في الدفاع عن قضايا الأمة والدفاع عن المظلومين والمضطهدين والحفاظ على هوية الأمة. هي من القنوات الغرباء في حقيقة في هذا الوقت. أشد على أيديكم، أشد على نضالكم، أشد على صمودكم، بارك الله في جهودكم. أما الإجابة على سؤالك أستاذ أسامة، حقيقة أنا مواطن سعودي محب مشفق لبلدي، أحد أئمة وخطباء الجوامع في المملكة العربية السعودية، أرض الحرمين الشريفين، مهوى الأفئدة ومبعث الرسالة، المملكة العربية السعودية مكة، المملكة العربية السعودية المدينة، المملكة العربية السعودية أرض النبوة، آثار الصحابة تهوي إليها أفئدة 2 مليار مسلم. الواجب على أهل العلم في هذا البلد أن يعني يكونون عند حسن المسؤولية التي أوجبها الله عز وجل عليهم، والتي ينظر إليهم أيضا الأمة كلها، تنظر إليهم بنظر القدوة. نعم أستاذ أسامة، أنا لما أغلقت الأبواب الإصلاح الداخل وأصبح من يتكلم بكلمة الحق أو ينافح عن هوية البلد الحقيقية، والتي هي النظام الأساسي في الحكم في البلد، أن المرجعية لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والناس في البلد غالب الناس وغالب العوائل وغالب الفئات فئات محافظة على هويتها الإسلامية وعلى عاداتها الطيبة المنبعثة من يعني آدابنا الإسلامية وأخلاقنا العربية الأصيلة، حبها وانتمائها الإسلامي هو الواضح. هذا ما نعرفه عن البلد سابقا، لكن ما حدث في الآونة الأخيرة حقيقة خلال السنوات الماضية 7 أو 8 أن البلد تغيرت الوجهة من هذا الأمر إلى وجهة أخرى مخالفة ومغايرة تماما، خلاف ما كنا نعهده ونسمعه في البلد. غيبت أصوات المصلحين سواء من العلماء والدعاة أو الاجتماعيين أو الحقوقيين أو كل من ينادي بكلام حر، كلام محب للبلد، مشفق ناصح للبلد، أي كلام مخالف للعهد الجديد إن صح التعبير يكمم أو ينكل فيه أو يسجن ويتهم. وهناك كثير من التهم المعلبة الجاهزة ترميه في غياهب السجن، ربما 50 40 25 سنة، وربما تتهمه النيابة العامة بالإعدام أو كذا. هنا حقيقة الأمر وصل إلى مرحلة خطيرة جدا، بينما يفتح للتيار التغريبي الانفتاحي بشكل غير مسبوق ومخالف تماما لأي يعني قيم إسلامية وأي عروبة ننتمي إليها، وقيم البلد لا تحترم فيها مكة ولا تحترم فيها المدينة ولا تحترم فيها يعني شعوب العالم الإسلامي 2 مليار التي تنظر إلى 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 المملكة العربية السعودية وإلى بلاد الحرمين أنها هي قدوة العالم.